بسم الله ربنا ثبت أقدامنا على التوحيد واجعلنا من خير من عبدك وشكرك وخشي نقمتك وأليم عقاب. نعاود نرجع لنفس الآية 51 من سورة النساء. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، تلقى الكتاب قبل ما يقع تعريفه سواء كان توراة أو إنجيل أو الزبور، جاء كما أراد الرحمن، لكن ديكم ونياتكم المفسدة تناولت الكتاب المقدس بما لا يجوز أن يتناول به منه. لا تتناول القرآن إلا بتمام تسليم الرحمن حتى يتحقق فيك أنك أنت من أهل الرحمن، من أهل القرآن، مأدوبة الرحمن، وأهل القرآن عباد الله المخلصين، هم خاصة الله، هم عباد من حقيقة ربانيين، على خاصة الله، أهل القرآن خاصة الله. نعوذ إن شاء الرحمن.